الأمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحكم العطائية هدفها حياة القلوب أساسا، كيف يحيا قلبك، هو ده هدف هذا الكتاب. ولأن حياة القلوب تحيا بالأنوار، والأنوار هي التي تتولد في القلب من ذكر الله عز وجل، فتجد هذا الكتاب كله أنوار، يعني لم يقرأ فيه أحد إلا وازداد نورا على نور، لدرجة أن العلماء تحيروا في شرحه على مر العصور وتباروا في شرحه، درجة مثلا قالوا أن الشيخ زروق شرحه 32 شرح، كل ما ينتهي من شرح يجد أن في معاني جديدة لم يوفيها حقها فيشرع في شرح جديد، ثم لما ينتهي من الشرح يجد أن في معاني أخرى تولدت في نفسه فيشرحه 32 شرح، والشرح المطبوع هو الشرح 16 تقريبا، والباقي كله مخطوطات، وابن عباد شرحه وغيره. أنا مش عارف جرالنا إيه، احنا كنا بنصلي جرالنا إيه، استنى يكون حد. بسم الله الرحمن الرحيم، كده يبقى دي كده. فإذا كان الهدف من الحكم هو حياة القلوب، كنا في آخر رمضان الماضي تكلمنا في حكمة تدل على أعراض موت القلب وكيف تحيي قلبه، كانت حكمة ماضية قرأناها. أعراض موت القلب غير أسباب موت القلب، خد بالك، هو تكلم على الأعراض، يعني الأعراض لما تيجي تكشف على نفسك تشوف الأعراض فيك، زي ما يبقى عندك مثلا مرض ما يؤدي إلى ارتفاع في الحرارة وقيء وآلام في العظام، دي أعراض المرض، لكن سببه تلاقي ميكروب اسمه كذا، فسبب الشيء غير عرض الشيء، خد بالك. فهو تكلم في حكمة على أعراض موت القلب عشان أنت تشوف هل الأعراض دي فيك فتبحث عن حياة قلبك، ولا الأعراض دي مش فيك وربنا نجاك منها فتستمر على ما أنت عليه وتحيي قلبك زيادة بالذكر. فهي الحكمة اللي هي أعراض موت القلوب دي مهمة علشان الواردات التي نتكلم عليها. قال فيها، هي كانت الحكمة 67، الحكمة 61 تقريبا، بيقول في أول الباب السادس من الكتاب: من علامات موت القلب، العلامات يعني الأعراض، عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات اللي هي الطاعات، يعني الواحد ما يهموش ايه، يعني عنده الوقت 60 سنة 40 سنة 30 سنة فاتوا اعمال صالحة كتير ما يهموش، مش حزنان ولا حاجة، مش هم انه هو ترك الصلاة 20 سنة من عمره مثلا ولا زعلان، او ترك قيام رمضان طول عمره اول سنة يصلي قيام رمضان السنة دي مثلا، او ترك الحج والعمرة، او ترك مراقبة الله عز وجل وعلاج قلبه من الحرص والحسد والغل والأشياء التي تحجبه عن الله، ترك نفسه يهيم مع شهواته ومع حياته حتى نظر في المرآة فجأة لقى الشيب خط في رأسه ووجد علامات الموت اقتربت، لأن الشيب علامة الموت، علامة الفناء، فلم يحزن على ذلك، جزاك الله خير. يبقى أول علامة من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، الموافقات اللي هي الطاعات. العلامة الثانية وترك الندم على ما فعلت من وجود الزلات، وما تبقاش عندك ندم على المعاصي اللي انت عملتها أو التقصير اللي حصل منك، لدرجة ان في ناس عندها الحكاية دي، قلبه ميت اول ما يجي يعيا ولا حاجة يقول يا رب وانا عملت حاجة وحشة في حياتي، وهو حياته كلها وحشة، يعني هو له ندمان على اللي فاته على اللي عمله
ولا حزنان على اللي فات. فهمت ازاي؟ له ندمان ولا حزنان. يبقى لازم الانسان اللي عنده قلبه ابتدى يحيا يحزن على ما فاته من الطاعات ويلاقي نفسه قصر. يجي كده يدخل الجامع يلاقي مثلا واحد طفل من دور ولاده ولا احفاده حافظ القرآن كله. الله، وانا ربنا اداني ذكاء وعقل ومعايا دكتوراه في تخصصي وما اعرفش لحد دلوقتي اقرا سوره من غير ما يردني فيها. يبقى شوف انا فاتني ايه، وده من دور احفادي وعمل كده وانا ضيعت عمره في حاجات ثانيه. فيبتدي يندم ويحزن. يبقى اول حاجه يحزن، لان الحزن ده هيتولد منه اقبال على الطاعه على طول. يقول لك عايز الحق قبل ما السوق ينفض، قبل ما يطب يقولوا لي ادخل العنايه المركزه ويكتفوني ويقلعوني هدومي وشويه اسلاك وتيت تيت، وبعد شويه اولادك يوضبوا الكفن ومع السلامه. ما دي القصه اللي بتحصل لينا كلنا. فيلاقي نفسه يحزن حزن شديد على ما فاته من الطاعات، فيقبل عليها اقبال شديد، ومع اقباله يبقى ندمان على ما فعل من الزلات. في علامة ثالثة على فكرة ما قالهاش على أساس إنها معروفة ضمنا. العلامة الثالثة من علامات موت القلب الأنس بالناس، بالذات اللي هم إيه، أهل الغفلة. دي العلامة الثالثة. يبقى لهو حزين على ما فاته من الطاعات، ولا ندمان على ما فعل من تقصير، ولا يأنس إلا بالناس اللي هم على حاله، شلة الأنس اللي بيقعد معهم على القهوة أو في النادي، هي دي الشلة دي اللي بيأنس بيها. يعني ناس ميتين، لأن الميت يأنس بالميت والحي يأنس بالحي. تقدر أنت تروح لوحدك كده بالليل تقعد في وسط القبور؟ هتمل، لأنك أنت حي وهم أموات. لكن الميت لما بيموت يدفنوه الساعة 12 بالليل ما يجراش حاجة، ما بيبقاش طايق حتى أهله يبيتوه في البيت، لأن الميت يأنس بالميت والحي يأنس بالحي. فإذا كان الإنسان قلبه ميت تلاقيه يأنس بأهل القلوب الميتة. فيقعد فين؟ يقعد يتفرج على المسلسلات وعلى الأفلام، ويجيب شرايط فيديو وكيلو لب، ويقعد طول الليل يأزأز في اللب ويتفرج على الفيديو، لأن الناس دي اللي قلبها ميت هم اللي بيأنس بيه. هو ما بيأنس بالناس اللي إيه؟ اللي قاعدين في الجامع طول النهار يفقروا ويذكروا ربنا. إيه يا عم وإحنا خلاص ساعة لقلبك وساعة لربك، يقول كده. فدي من علامات موت القلب. طب ايه اسباب موت القلب؟ ثلاث حاجات. احنا قلنا العلامات اعراض، والاسباب ليها ثلاث اعراض وسببها ثلاث حاجات برضه، وعكس الثلاث حاجات هي اسباب حياة القلب. فهمت ازاي؟ الحاجات دي مهمة انك تعرفها عشان تفضل مراقب نفسك بيها. والعلماء لما قالت الحاجات دي، لما نظرت في كلام النبي اللي هو كله حكمة، طلعته من وسطه، طلعت الكلام ده من وسط أحاديث النبي الكثيرة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم والتجارب على مر العصور. من خلال تجارب أمور الشرع والحقيقة والطريقة تولد عندهم الحكمة اللي بيها قالوا لنا الحاجات دي بسهولة كده، فأصاروا أطباء القلوب، فصاروا أطباء للقلوب بالمعنى المعنوي، مش اطباء قلوب بتاع اليومين دول اللي عنده ذبحه واللي عنده شغلانه. لا، ده دي العلاج، الحاجات دي اسهل كثيرا من علاج امراض القلوب المعنويه، من اصعب ما يمكن. اسباب موت القلب اللي هي تؤدي الى عدم الحزن وعدم الندم والانس باهل الوحشه ثلاث حاجات: حب الدنيا والحرص عليها، والغفله عن ذكر الله. حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله ومجالسة أهل الفساد. فهمت؟ يبقى طول ما الواحد عنده حب دنيا في قلبه، ممكن يبقى الإنسان من أغنى الناس من حيث العرض، المال كتير في إيده لكن الدنيا مش في قلبه. وممكن واحد تاني مش لاقي ياكل والدنيا مالية قلبه، حريص عليها. احنا بنتكلم على حال القلب، مش على رصيد البنك. حال القلب حاجة ورصيد البنك حاجة تانية. ممكن يبقى واحد عنده أرصدة في البنوك قد كده لكنها مش في قلبه خالص ولا بيفكر فيها.
واحد تاني ما عندوش ما حلتوش اللضة، لكن كل مخه ازاي يحصل الدنيا وهو محروم منها مسكين. يبقى سبب الحرص، الحرص يموت القلب، لان الحرص يذل لغير الله. اذا كنت حريص على حاجة هتتذللها، وطالما تذلت لها تذلت لغير الله، وطالما تذلت لغير الله يبقى بعدت عن الله. يبقى الحرص، وعشان كده يقولك اذل الحرص اعناق الرجال. يبقى اول حاجة الحرص على الدنيا الناتج عن حبها، لان انت مش هتحرص على الدنيا الا اذا حبتها. وتاني حاجة الغفلة عن ذكر الله. تسأله مثلا صليت في الجامع اخر مرة امتى، يقعد يفكر يقول لك السنة اللي فاتت، يمكن من سنتين. مشكلة. ونعرف ناس كده والله واتحلوا على المعاش، واساتذتنا شوف اتحلوا على المعاش، ولحد دلوقتي بسأل على واحد منهم النهارده شغال عنده في عيادته، بقول له اخباره ايه، بيصوم ولا بيصلي؟ اتحل على المعاش بقاله 3 سنين، يعني بقى عنده 63 سنة، استاذ كبير وقلبه طيب ويحب الخير للناس بتجربتي معاه، لكن لم يصلي ولم يركع، تصور، ولا يصوم رمضان. فمشكلة كبيرة، ده دليل ان القلب ميت. يبقى الحرص والغفلة عن ذكر الله ومجالسة اهل الفساد والبدع، عكس دول على طول حياة القلب. الزهد في الدنيا عكس الحرص، انك تزهد في الدنيا تبقى في قلبك بوزنها الحقيقي، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تبقى في قلبك ولا حاجة، يعني لا تفرح باللي جاي ولا تحزن على اللي راح، يعني انت ماشي مع الله على ما يريد ومستريح. ادالك أرصدة تحمد ربك وتطلع زكاة مالها، ما ادالكش تقول الحمد لله، وتقول يمكن ما كان لو كان اداني كنت اتشغلت بيها، واخد بقى، فتبقى فرحان على كل حاجة. يبقى الزهد عكس الحرص. تاني حاجة كثرة ذكر الله عز وجل عكس الغفلة عن ذكر الله، يحيي القلب. ثم بعد ذلك مجالسة الأولياء، ومجالسة الأولياء دي بتتم في حال حياة الولي وحال وفاته أيضا، يعني الولي حتى بعد وفاته يشعر بمن يزوره. وإلا إحنا ليه مثلا بنزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأكرم، وليه مثلا بنزور شهداء أحد؟ طب يمكن تقول دي خاصة بالنبي عشان ده نبي، بس يمكن يخطر في بالك كده، وما يضرش لأن النبي مقامه عالي، ممكن يبقى ليه خصوصية، وهو ليه كل الخصوصيات صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أنها لم تختص بالأنبياء دون الأولياء، لأن على مر العصور المسلمين يروحوا يزوروا شهداء بدر، وبيزوروا آل البيت المدفونين في كل بقاع الأرض على مر العصور، ووجدوا بالتجربة إن بتحصل لهم راحة نفسية بالجلوس بجوار هؤلاء الأولياء، بعيد عن موضوع بقى إيه الشرك والكلام ده، مش مسألة شرك ده، المسألة هنا إنك أنت لما بتجالس أهل الصلاح بيدب فيك معاني فيها صلاح. يعني مثلا انت لما هتقعد مثلا بجوار السيدة نفيسة، هتقعد تفكر في احوال السيدة نفيسة، انها كانت بتختم القرآن مش عارف كم مرة في الاسبوع، وكانت بتصوم كم مرة في الشهر، وكانت عابدة زاهدة لدرجة انها ختمت القرآن في المكان اللي هتدفن فيه مش عارف كم 100 مرة، وبعدين لما جاء اجلها كانت صائمة وجالها مرض الموت وشعرت انها هتموت، رفضت انها تفطر، وتقول للخادمة بتاعتها ده انا كنت بدعو الله ان انا اقابله وانا صائم، فاجي افطر النهاردة وتموت وهي صائمة. فلما انت تيجي تقعد جنب السيدة نفيسة تفتكر المعاني دي كلها، هيتولد فيك معاني تدفعك للطاعة. تروح تزور مثلا الامام الشافعي وتفتكر الامام الشافعي اللي كل الناس قاعدة تقول قال الشافعي قال الشافعي، هو ميت بقاله ايه من سنة 205، كأنه مازال حي معانا، فهيتولد عندك معاني عظيمة، بغض النظر عن التوسل او غيره اللي فيه خلاف، والناس بعضها تقبله وبعضها ما تقبلوش، وشغلانة طويلة احنا مش عايزين نخش في المشاكل دي،
لكن لا شك ان مجالسة الصالحين حتى ولو بعد وفاتهم بتولد فيك معاني تدفعك الى حياة القلب بالمعنى الحقيقي. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وعلشان كده انت لما بتزور الاولياء في حال حياتهم بتأنس بمخاطبتهم، واما بتزور الاولياء في حال وفاتهم بتأنس بمجالستهم فقط. لان لا شك ان الميت يشعر بمن يزوره، لا شك في هذا. هم دول اهل السنة اللي بيعتقدوا ذلك، مش عقيدة المسلم اللي كاتبينها ومعلقينها في المساجد يقول لك هل يشعر الميت بمن يزوره؟ الإجابة لا. الدليل فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أو لا تسمع من في القبور. ده كلام تخريف، لأن هنا لا تسمع الموتى تسمعهم سماع انتفاع، سماع قبول للدعوة. يعني الإنسان لو مات على الشرك وجيت أنت تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في قبره وهو سمعك وقالها، مش هينتفع لأنه خلاص مات بقى. أدي معنى فإنك لا تسمع الموت. لكن الميت يشعر ويسمع بدليل الأحاديث الكثيرة وآيات كثيرة في القرآن تدل على ذلك. ده ربنا قال عند طلوع الروح فبصرك اليوم حديد، يعني وصف حال الميت عند خروج روحه إن أصبح حياته بقى بصره أقوى من بصره في حال حياته الدنيوية. فبصرك اليوم حديد يعني من الحدة، فصار يرى حتى من خلف الحواجز، لأن الروح أصبحت ترى حتى من خلف الحواجز، لدرجة إن لو بابك مقفول ممكن أرواح الأولياء تشوفك وأنت بابك مقفول من شدة الحدة. إذا كان ربنا خلق في الأشياء في الأكوان أشياء بتخترق الجدر زي الموجات الصوتية وغيرها وغيرها، بتخترق الجدار الكثيف، فإيه المانع أن يكون في حال البرزخ ربنا بيدي للروح قدرة على أنها ترى من حيث من خلف هذه الأشياء الكثيفة؟ إيه المانع؟ طب ما الملائكة، الملائكة عشان تدخل البيت محتاجة الباب يبقى مفتوح، مش محتاجة الباب يبقى مفتوح، ده الباب يبقى مقفول وقاعد أنت في زنزانة مقفولة من جميع الجهات، والملائكة لو عايزة تدخل هتدخل، والجن لو عايز يدخل هيدخل، ودي كلها مخلوقات الله. والروح حاجة تانية، سر كبير من أسرار الله عز وجل. فالإنسان أول ما بتتحرر روحه فبصرك اليوم حديد، صار حاد من الحدة من القرآن. فمنين يجيبوا الكلام ده؟ ومنين يروحوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؟ دل على أن الميت منتبه، وانتباهه إذا ما قرن بحال حياة الدنيا لكانت حياة الدنيا نوم بالنسبة له، يبقى انتباه عالي. شوف انت الوقت حالك وانت صاحي منتبه وحال النائم، انتباهك الفرق بينهم قد ايه؟ فرق كبير، كحالك بعد وفاتك وانت اليوم حي يقظان. يبقى الميت يشعر ولا ما يشعرش؟ يشعر بدليل السنة. بل الذين يئسوا من أصحاب القبور هم الكفار، ربنا بيقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هم دول اللي يئسوا وقالوا إن الحياة ما فيش حياة بعد الموت. وإن بتاع الصحابة اللي فهمت المعاني دي قالوا زي ابن عبد الله بن مسعود قال إنما خلقتم للخلود وإنما تنتقلون من حال إلى حال. سيدنا عبد الله بن مسعود، الصحابة هنعدد لهم عقيدتهم، هيجي بقى ابن مش عارف مين في اخر الزمان يعدل عقيدة الصحابة ويقول لسيدنا محمد انك انت لما بتقول لاهل القبور السلام عليكم بكاف الخطاب ان الكلام ده كلام تخريف وبتخاطب غائب. اذا كان النبي في زيارة اهل القبور يقول السلام عليكم بكاف الخطاب كده، دار قوم مؤمنين، انتم بالخطاب خطاب الحاضر، مش يقول هم، ما هو لو كانوا غائبين كان يقول هم، هم السابقون ونحن اللاحقون، لا ده بيقول لهم انتم، انتم السابقون ونحن اللاحقون. كل ده مش يدل على ان الميت يشعر بمن يزوره؟ ده حتى الكافر، يمكن تفتكر ان الحكايه دي خاصه بالمؤمن، لا ده الكافر بيشعر بمن يزوره، ومش كده وبس، وبيعذب
في قبره النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بيعذبوا في قبورهم الكفار هم، يبقى بيشعروا، عندهم شعور. والمؤمن بينعم في قبره، عنده شعور. يبقى الحياة البرزخ دي حياة عالية، حياة عالية لا نعلم كنهها، كما لا تعلم أنت كنه حياتك وأنت في عالم الذر قبل أن توجد في هذه الدنيا. الآن أنت كنت موجود لما ربنا سبحانه وتعالى أخذ من ظهر سيدنا آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مش كنت أنت موجود ولا كنتش موجود؟ كنت موجود، لأنه خد كل الذرية ليوم القيامة. طيب أنت فاكر كنت فين؟ مش فاكر، لكن كان ليك وجود في عالم الذر، وكان عالم الذر ده وانت لوجودك فيه كان كنت عندك إدراك عالي لدرجة حتى الكافر أقر بالوحدانية لسعة إدراكه، حتى الكفار ألست بربكم؟ قالوا بلى. كل ذرية سيدنا آدم بما فيهم أصحاب الجحيم اللي حينكروها بعد كده. يبقى وأنت في عالم الذر كان إدراكك عالي، ثم بعد ذلك انتقلت في الأصلاب إلى عالم الأرحام، ثم من عالم الأرحام إلى عالم الأرض، وكلما انتقلت من حال إلى حال تجد أنك أنت كل من غمست في الطين وانغمست الروح في الطين والدم كلما حصل النسيان، النسيان للحقيقة الأولى ليتم الاختبار، ليتم الاختبار. ما لو إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، خلاص ما يبقاش في أهل جنة وأهل نار بقى، يبقى كله أهل جنة. لكن ربنا أراد أن يختبر الناس، يبقى في إدراكه للميت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهل القليب في بدر مسكهم واحد واحد، يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل، يا عقبة بن معيط، يا فلان، قعد يسمي اللي هم صناديد قريش الكفار اللي اعتدوا على المسلمين واعتدوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناداهم وهم مجندلين في التراب ميتين. سيدنا عمر استعجب، قال يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ قالوا ما أنتم بأسمع لي منهم ولكن لا يجيبون. إذا كان الكفار كده يبقى المؤمنين إيه؟ حاجة تانية، حاجة تانية عالية. فالخلاصة إن حياة القلب بمجالسة الصالحين والأولياء. تيجي تقول لي أنا ما أعرفش يا عم أولياء فين الوقت، طب روح للأولياء اللي الأمة أجمعت عليهم موجودين وربنا جعل مقابرهم معلومة، روح زورهم. لا بقول لك اتمسح في العتبة ولا قبل القبر ولا اعمل الحاجات الفارغة دي، انت روح اقعد في هدوء واقرأ قرآن كده وافتكر احوال هؤلاء الصالحين عملوا ايه في حياتهم، واقعد كده 5 دقائق ربع ساعة حسب وقتك وامشي، هتجد ان في قلبك تولدت فيه معاني انت كنت داخل ما كانتش موجودة قبل كده، وعندك حماس للطاعة ما يبقاش موجود عندك قبل كده. تجد الناس على باب السيدة نفيسة مثلا قاعدين يشربوا الشيشة، أول ما يقلعوا الجزمة ويخشوا في حضرتها كله يجيب المصحف وكله منشرع عايز يقرأ قرآن، يتولد فيهم على طول تولد الطاقة اللي فيها طاعة، مع أنهم برة من لحظة كانوا قاعدين يشربوا الشيشة، والله والله ببقى شايف. وأول ما يخش ويقلع ويخش السلام عليكم يا سيدة نفيسة، ويروح قاعد تبص تلاقي إيه، جاب إيه، جاب المصحف وقاعد يشتغل على طول، انشغل في الطاعة. يبقى مجالسة الصالحين بتولد الحرص والحب لملاقاة الله عز وجل ولذكر الله عز وجل، وتولد الزهد في الدنيا لأن ده حالهم. يعني مثلا لما تيجي تشوف أحوال الصالحين، سيدنا معروف الكرخي، سيدنا معروف الكرخي ده تلميذ سيدنا الحسن البصري اللي هو أخذ من سيدنا علي ابن ابي طالب، اما بالواسطة او بالمباشرة لان في خلاف هل التقى به ام لا من حيث الثبوت التاريخي. يعني سيدنا معروف الكرخي كان راجل من العلماء الاجلاء الكبار، اللي هو عارف شيخ مين؟ شيخ السري السقطي اللي هو خال وشيخ الجنيد، الامام الجنيد
شوف السلسلة، سلسلة قوية جدا. بيقول لك ان سيدنا معروف الكرخي ده واحد من تلامذته شافه في الرؤيا بعد وفاته، فبيقول له كيف فعلت في القبر؟ فقال سألني الملكين من ربك؟ قلت معروف. فقالوا لي من نبيك؟ قلت معروف. فقالوا لي ما دينك؟ قلت معروف. فانصرفوا وسألوا الله ماذا نفعل في هذا العبد؟ قال لهم ذاك عبدي معروف، اتركوه فإنه معروف. شوف مقام، المقام بتاع العبادة والترقي في الذكر وصله ان هو بقى يختبر الملائكة، لدرجة الملائكة جاية تختبره، هو اللي اختبره، هو اللي حطهم في الامتحان. تصور هذا بسبب ايه؟ بسبب حياة القلب لما ارتفعت صارت لا يختبرها احد الا الله، حتى الملك فشل ان يختبره من شدة رقي هذه الروح المعروفة التي عرفت ربها فصارت معروفة. فهمت؟ يبقى حياة القلب تكون بزيارة الصالحين ومجالستهم وكثرة ذكر الله عز وجل والإعراض عن الدنيا، وموت القلب يكون بعكس الحاجة دي. وأعراض موت القلب عدم الحزن على ما فات من الطاعات، وعدم الندم على ما فعلت من الزلات، والمؤانسة بأهل الوحشة والعصيان. فهمت؟ فإذا صرت بقى في هذا الطريق اللي هو فيه حياة القلب، هتيجي تورد عليك واردات من قبل الله عز وجل اللي احنا تكلمنا عليها بالأمس. فقال إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردة. فالوارد هو الإقبال الإلهي من الله على العبد. الله سبحانه وتعالى يقبل عليك ويقول عبدي أقبل إلي، فيتولد فيك شعور بالجوع والعطش للذكر والطاعة، زي الشعور اللي يجي لك كده مشتاق تأكل أكلة معينة تبقى مش عارف تقاوم، فتروح متوجه للحتة اللي هي بيعملوها فيها وتروح شاريها على طول واكلها بنها. كذلك الوارد ده لما يجي لك من الله تبقى متوجه الى الله بنهم شديد، يسموه وارد الانتباه. اذا كنت حالك كنت في حال الغفلة فيأتيك الوارد ده يسموه وارد الانتباه، وان كنت في حال الطاعة ويجي لك الوارد يسموه وارد الاقبال، فتلاقي نفسك بتعمل الطاعة باقبال اللي هو قال لك عليه أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار. يبقى أورد عليك الوارد الأول لتكون به عليه واردا، أي منتبها، ثم بعد ذلك انتبهت، ولكن مع انتباهك ما زلت مثقل بمتطلبات جسدك، قاعد بتذكر ربنا لكن مشغول ببطنك ومشاغلك وعيالك وبيتك ومصالحك والشغل والهموم، وكل شوية تكافح وتذكر، وكل شوية تحاول وما زلت مشدود. تواظب على هذا شهر شهرين سنة اتنين انت ونصيبك بقى، لكن واظب لحد ما ربنا يمن عليك بوارد اخر اللي هو يخلصك من رق الآثار اللي هو السجن اللي انت محجوز فيه، سجن متطلباتك وغرائزك التي تحول بينك وبين أن تكون بكلك مع الله. وعلشان كده يجي لك الوارد ده اللي يسموه وارد الإقبال بقى. وخد بالك ما تشتاقش الحاجة قبل ما يجي أوانها، لأن عارف لو ربنا ادالك وارد الإقبال وانت تلميذ مش هتطلب العلم ولا هتخلص شهاداتك ولا هتدور على وظيفة ولا هتتجوز ولا أهلك هيفرحوا بيك، هتلاقي نفسك خرجت من ده كله من شدة جمال الذكر وحلاوته فلا ينتفع بك أحد. تبص تلاقي لا عايز تاكل ولا تنام ولا تقعد مع حد ولا بتأنس بحد ولا حتى أقرب الناس ليك تأنس بيه، خلاص بقى بقيت مع المحبوب
والمقصود في كل حال هتروح لمين بقى؟ تجد كل حاجة حولك ظلمة، وما على أنت فيه من حال هو ده النور، فتفضل مرابط. يسموه الراجل الجذب، مسكين مجذوب، يجوا يقولوا له تعالى ده الامتحان النهاردة، انت ما ذكرتش له امتحاني بس، يبص لهم كده يقول لك شوف الراجل قبله، هم يقولوا قبله، وانت تقول هم ميتين، هم لو يعرفوا اللي انا فيه. امتحان ايه يا عم؟ ولا تجارة ايه يا عم؟ ولا صفقة ايه يا عم؟ ولا جوازة ايه؟ كل ده مش مهم. فتبص تلاقي لو جالك هذا الوارد قبل اوانه لا ينتفع بك احد ولا تنتفع انت باحد، لكن من فضل الله عليك انه يورد عليك الوارد في الوقت الذي يراه بالنسبة اليك مناسب. فهمت ازاي؟ لانه لو اورد عليك الوارد قبل ان تكون اهلا للوارد لاختلت موازين حياتك. يقوم يدي لك فترة انت في حالة نوع من الانتباه مع عدم الاقبال، علشان الانتباه ده مع عدم الاقبال هيخليك تصلح من شأنك، تستمر الحياة، تتجوز وتجيب ذرية. ما هو انت هتتجوز ليه بقى؟ ما هو الصحابة كانت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وحلاوته وجمال عبادته ومؤانسته يقعدوا كده مربطين مش عايزين يتنقل في حتة. كثير من الصحابة كده وما رضوش يتجوزوا لحد ما انتقل النبي، وبعدين اتجوزوا بعد ما انتقل صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من جمال مجالسة الحبيب وهو سيدنا رسول الله. فما بالك بقى لما تكون انت في مجال مجالسة رب العالمين اللي هو خلق سيدنا رسول الله نفسه، يبقى حالك حاجة تانية بقى تانية. وعلشان كده الخلاصة انك لا تتمنى الا ما اقامك الله فيه، لان ممكن يكون ربنا كاتب لك انك انت تقبل عليه بعد فترة انتباه لتتعلم السلوك اللي وصلك الى الله فينتفع بك اخرون. لانه لو اقبل عليك بوارد الاقبال قبل ان تتعلم احكام الشريعة لصرت حاضرا مع الله ولكن لا يقتدى بك، بل فتنة للناس. تبص تلاقي يبصوا عليه بيتوضى، لو بيتوضى غلط خالص لانه ما يعرفش احكام الوضوء، ده هو اتخذ كده اهو من الخمارة للحضرة على طول، جاله الوارد فجأة بقى نفسه خلاص مش طايق حاجة الا انه يبقى مع ربه، لكن ما تعلمش حاجة، مسكين ولا بيعرف يقرأ آية قرآن ولا بيعرف يصلي ازاي ولا بيعرف يتوضى ازاي ولا يعرف اي احكام في الدين. تيجي تكلمه تلاقي كلامه ملخبط، لكنه حاله عالي، لكن لا يقتدى به فيصير فتنة، فتنة للعوام. يقول لك شوف دعائه مستجاب وما بيصليش، طب انا ما صليش انا كمان، ما ده بيحصل. وعلشان كده انت لا تتمنى الا ما اقامك الله فيه. فالخلاصة انك انت اذا كنت في وارد الانتباه استثمر هذا الوارد في انك انت تقبل على الله من باب العلم، تبدأ بقى تتعلم. اول ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك لطاعته ابتدي بقى تعلم، تكب على تلاوة القرآن وتعلم القرآن وعلى التفسير وعلى الفقه وعلى وعلى وعلى، تلحق بقى تعبي تعبي، علشان على ما يجي لك وارد الاقبال هتلاقي نفسك تستوحش تقرا في كتب الفقه. كتب فقه ايه بقى؟ انا بقى جاي وارد الاقبال هقعد اقرا نواقض الوضوء؟ ده وقته. فهمت ازاي؟ ها؟ لا دي ابقى الغي الخارجي يعني. كده مخالف. فهمت المساله؟ وعلشان كده الواحد يستفيد بكل وارد في الوقت المناسب. فوارد الإقبال وارد سلوك، وارد الانتباه وارد سلوك، يعني يردك إلى السلوك إلى الله. ووارد الإقبال يغلب عليه الجذب، الجذب اللي هو يلقع بلا سلوك، يعني محض فضل من الله كده، رحمة من الله. ثم بعد ذلك يأتي وارد الوصال اللي هو قال عليه بعد كده أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، من سجن بقى الحس. وارد الإقبال خرجك من كل ما هو محسوس سواك، سواك انت، فصار كل اللي حواليك انت ولا حاجة، انت والله بس. ففيها اثنينية، انا مع الله
يجي وارد الوصال كان الله ولم يكن معه شيء حتى يفنى من وجوده إلى فضاء شهوده اللي هو شهود الحق. فهمت المسألة؟ دي حالة بقى عالية أوي، دي حالة عالية أوي، إحنا بس بنوصفها لكن ما عشناهاش، ونتمنى على الله إنه يديها لنا في الوقت اللي يراه لينا مناسبة لينا. فهمت؟ لأن ممكن تجي لك في وقت ما تكونش مناسبة ليك، وعلشان كده لا يكن تأخر أمد الله في العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت؟ وعشان كده أنت بس خليك مع الله، طول ما أنت مع الله كسبان، وبعدين بقى كل فترة كده ربنا يديك هدايا، وارد الانتباه يزيد، وارد الإقبال يظهر منه ويخفت أحيانا، يجي لك إقبال كده تبص لقى نفسك مالكش نفس تشوف حد أسبوع اتنين تلاتة، وبعد كده تلاقي نفسك انشرح صدرك تاني لعملك وعايز تروح شغلك وعايز تشوف وتفتح المحل بتاعك بعد ما كنتش طايق السوق ولا تشوف الناس ولا التجارة. بعد كده يخفت هذا الوارد، ترجع تاني لتجارتك وحالك وحياتك ودراستك ومذاكرتك ومشاريعك عشان الحياة تستمر، لأن ربنا خلق الحياة وأراد لها الاستمرار على يدك ويد غيرك. فهمت المسألة؟ ثم بعد ذلك فصل الواردات دي. حد هيقول ايه هو الوارد ده؟ الواردات عبارة عن انوار روحانية تزيل ظلمة الاغيار اللي في القلب، وعشان كده قال لك الانوار مطايا القلوب والاسرار. يعني انت في سفرك الى الله خد بالك ان الله سبحانه وتعالى حيث كان، حيث كان قبل خلق المكان، فالسفر إلى الله لا يكون بقطع المسافات، لأن ما فيش حاجة اسمها مسافة بينك وبين الله، المسافة دي مخلوقة أصلا. فالله موجود بلا مسافة وموجود بلا زمن، ليس له تعلق بالزمن والمكان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان. أنت في السفر العادي تحتاج تقطع مسافة في زمن، لأن أنت بتنتقل من مكان مخلوق إلى مكان مخلوق وأنت نفسك مخلوق، فمحصور في الحاجات دي. إنما السفر إلى الله دي معنى تاني، السفر إلى الله هو انتقال القلب إلى الله، انتقال معنوي مش انتقال مكاني، لأن الله قريب، هو أقرب إليك من حبل الوريد، لكن أنت اللي محجوب ومكبل بشهواتك ورغباتك وظلمات الأغيار التي خلقت فيها واختبرت بها. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلك إليه يدي لك المطية اللي تركبها، عايز الركوبة اللي توصلك إليه. أنت مش هتوصل إلى الله إلا بقلبك، لأن الله سبحانه وتعالى قريب إليك، أنت اللي بعيد، فالبعد منك والقرب منه سبحانه وتعالى. فيقوم الله سبحانه وتعالى يبعث لك المطية المعنوية اللي هي تركبها توصل قلبك إلى الله. إيه هي المطية دي بقى اللي تركبها؟ هي الأنوار، الأنوار المتولدة من ذكر الله عز وجل، المتولد من الواردات الرحمانية. فالواردات الأنوار مطايا القلوب والأسرار على حسب حالك. انت ما زلت قلب ولا سر، ولا ما زلت روح، ولا ما زلت نفس، ولا ما زلت عقل؟ ما احنا قلنا امبارح ايه هي النفس وهو السر وايه هي الروح وهو القلب وهو العقل، كلها مسميات لحاجة واحدة، لكن على حسب تصفيتها بتاخد اسمها، على حسب التصفية بتاعتها. زي المية، المية بيتشربها النبات من الجذع، يمشي في الورق ويمشي في الثمر ويمشي في الورد، ويدي لك في كل حتة طعم وشكل. الورقة ليها طعم ممكن يكون مر، والثمرة ليها طعم ممكن يكون حلو ممكن يكون حامض، والكل مية، لكن على حسب انتقاله واختلاطه بالأشياء المختلفة
خد اسماء اخرى مختلفة، فيقولك ده الورقة وده الثمرة ودي البذرة ودي بتاع، وكلها جاية فيها المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك الروح اذا اختلطت بالجسد وشدها الجسد الى شهواته وطلباته صارت نفسا، فاذا بدأت تعقل النفس عن شهواتها صارت عقلا، فاذا تقلبت بين هذا وذاك بين الشهوات وبين الطاعات صارت قلبا، لان القلب متقلب. فاذا استراحت من الشهوات الى الطاعات اطمأنت، لانها هتعود لاصلها، فصير روح، الروح من الراحة. فإذا تصفت من كمال الحس بقى كله صارت سرا، فالكل مسمى مختلف لشيء واحد على حسب الحال. وعشان كده الأنوار مطايا القلوب والأسرار، إذا كنت ما زلت في حال التقلب فتجيلك الأنوار مطية تنقلك من التقلب في الشهوات إلى التقلب في الطاعات، وإن كنت في حال السر تقوم تنقلك من حال الحضور مع الصفات إلى حال الحضور مع الذات، تنقلك نقلة تانية بقى، لأن طول ما أنت متقلب أنت بتتعامل مع الله بالصفات. أول ما تخلص وتصير سر فالسر يتعامل مع السر، وذات الله سبحانه وتعالى سر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علماء الكلام يقول لك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، يعني سر، لأن أي حاجة في الذهن يعرفها إيه؟ يا جسم يا جوهر يا عرض، ربنا لا كده ولا كده، يبقى إيه؟ ليس كمثله شيء، سر. فأول ما الإنسان تصفو روحه وتصير سرا تبقى في محل الحضرة مع الذات، طول ما هي لسه مش سر في محل الصفات. فاهم؟ يبقى الأنوار الواردات دي مطايا القلوب إن كنت في حال القلب، إلى الخلوص إلى آثار الصفات، وهي مطايا السر إلى الحضور في حضرة الذات عز وجل. أنت بتاخد الكلام ده وتشوف نفسك أنت في أي حتة. بتختلف من واحد لواحد. معظم الناس لا، انت احلى حاجه تبقى سر. طبعا اعلى حاجه لا، ما هو انت لما هتوصل في الوقت اللي يريد الله هتوصل مع كمال عقلك وكمال سلوكك في ان واحد، وده حال النبي صلى الله عليه وسلم وكمل الاولياء كده، يبقى مع الناس في الظاهر ومع الله في الباطن في ان واحد. فهمت؟ دول الكمل اللي هم ربنا سبحانه وتعالى كملهم وجعلهم يقتدى بهم. لكن في الطريق بقى في ناس كتير بقى أبعياء. أيوة طبعا، ما هي ده الاختبار، هو ده محل الاختبار، هو ده محل الاختبار. أنت تسعى في ذكر الله، ده أنت مش تسعى لهدف، أنت المفروض يكون هدفك الوصول إلى الله مش الوصول للخصوصية، خد بالك، لأن السر خصوصية، فإذا سعيت للخصوصية بتسعى إليها مش لله. لا، المقصود مقصودك في ذكرك وفي طاعتك إيه هو؟ يكون الله، لا حصول الكرامات ولا حصول المعاني ولا حصول الأنوار، ولكن هو الله بس، هو ده مقصودك. لا لا، ده مسميات، لما يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني سر. فهمت ازاي؟ جابوها من هنا، قل الروح من أمر ربي، دي مصطلحات، انت مش مهم تقبل المصطلح ده، دي أصلها معاني، معاني بيعيشها الناس في طريقهم إلى الله، فبعضهم يعبر عنها بهذا اللفظ وواحد تاني ممكن يعبر عنها بلفظ آخر، فالمصطلح ما يضرش. فهمت ازاي؟ يعني يقول لك لا مشحة في الاصطلاح، هنسمي احنا الحالة دي اللي هو يبقى الإنسان فيها مع كمال الشهود مع الله، متعامل مع الذات لا يرى سواه حتى نفسه، هنسميها احنا سر، انت سميها مثلا إحسان، ما يدورش.
سميها ما تسميه، فهمت المعنى؟ فدي مسميات عشان نعرف نتفاهم. ما يدور، ما هو ده اللي وصفوه العلماء اللي هم عاشوا المراحل دي سموها كده، فهمت المسألة؟ مطايا القلوب يعني ايه؟ الركوبة، تحملها الى حضرة علام الغيوب، وهي ايضا مطايا الاسرار تحملها الى جبروت العزيز الجبار. تعرف الجبروت والملكوت والملك كنا اتكلمنا عليهم في رمضان اللي فات، فاذا اراد الله تعالى ان يوصل عبده الى حضرة قدسه، ده كلام بقى ايه الشارح اللي هو ايقاظ الهمم في شرح الحكم لسيد ابن عجيبة قايل هنا ايه عليها، كلام جميل. فاذا اراد الله تعالى ان يوصل عبده الى حضرة قدسه ويحمله الى محل انسه امده بواردات الانوار كالمطايا، فيحمل عليها في محفة العناية مروحا عليه بنسيم الهداية محفوفا بنصرة الرعاية، فترحل الروح من عوالم البشرية إلى عوالم الروحانية حتى تصير سرا من أسرار الله لا يعلمها إلا الله. شوف جمال الكلام، ربنا سبحانه وتعالى يحققنا بهذه الحقائق ويسلك بنا مسالك أهل الجذب سبحانه وتعالى. إذن الحالة دي أراد بها لغاية اختيار بعض زي العاشر نقول أيهما أفضل؟ لا لا، دي من الله منحة، دي منحة من الله، دي محب جذب. الأحسن هو ما أقامك الله فيه، هو للأحسن، كن حيث أقامك، فهمت؟ مو أنت لو حضرت في الجزء الأول من الحكم كنت عرفت المعنى ده، إن أفضل شيء هو ما أقامك الله فيه في هذه اللحظة، وعشان كده تعبد الله عبادة اللحظة. لكن في بقى جذب بيحصل، يعني جذب يعني إيه؟ يعني من غير جهد ربنا يديك منحة، مش على قد عبادتك، دي منه من فضله. هي الجذبه دي هي اللي بتوصلك بقى، بتنقلك، بترقيك. فهمت ازاي؟ زي انت ما تبقى موظف بتشتغل مثلا في المخزن، تفضل شغال في المخازن وفي العهده وشغلانه، اما يجدك صاحب العمل مجتهد في عملك يرقيك، يروح مطلعك من المخزن يخليك ايه؟ المدير، يقعدك فوق بعد ما كنت قاعد تحت الارض. لكن لو ما كانش رقاك كنت هتفضل تحت الارض برضه مجتهد في عملك. فهمت المسألة؟ فدي بتبقى من الله والله أعلم. فربنا سبحانه وتعالى يبقى شايفك كده، أنت قاعد كده في الخدمة، في خدمة الله بالذكر والطاعة ومواظبة على العبادة، وبتحاول تقاوم نفسك وتجاهد نفسك سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وفي دوام المراقبة ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا عليك بقى ويروح شايلك كده رفعك نقلك تانية ترقية بقى، تلاقي نفسك بقيت في حاجة تانية. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في دوام الترقي، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان في دوام الترقي في كل لحظة، حتى انه لما سئل عن سبب الاستغفار قال انه لا يغان على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم 100 مرة. فهل النبي الغين اللي كان على قلبه ده اللي بيستدعي الاستغفار غين معاصي؟ طب ما النبي معصوم، غين غفلة؟ ده النبي في كمال الانتباه مع الله وكمال الاقبال والوصال بالرسالة والنبوة. اللهم ايه بقى الغين ده؟ ايه اللي الغين اللي بيجي في قلب النبي ده اللي بيخليه يستغفر؟ ولولا ان هو يستغفر كان الغين ده هيأثر على قلبه يضايقه، فبيعالج هذا الغين بالاستغفار. ايه الغين ده؟ ده غين الترقي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يترقى يجد ان كان حاله اللي قبل كده كان حال بعيد عن الله بالنسبة لما هو فيه الآن، فيبتدي يستغفر عما كان فيه، يجي يترقى تاني يستغفر تاني عما كان فيه تاني، ويستغفر تالت عما كان فيه، ويستغفر رابع عما كان فيه قبل. وعلشان كده النبي في دوام الترقي مع الله. وعلشان كده لما سيدنا ابو الحسن الشاذلي شاف الرسول في الرؤيا وكان ارى الحديث ده انه لا يغنو على قلبي، وقعد يقرا اقوال العلماء مشبعش، حس ان الحكايه دي فيها سر مش ماشي، أقوال العلماء في الحديث ده مش هي، فنام كده مشغول بمعنى الحديث ده. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وكان يجيله كتير في الرؤية سيدنا أبو الحسن الشاذلي، قال له غين أغيار، غين أنوار لا غين أغيار يا أبا علي، غين إيه؟ أنوار، أنوار الترق
لا غين أغيار يعني إيه؟ يعني المعاصي أو التقصير. الأغيار هي التقصير عند إيه؟ عند علماء القلوب. أما يقول لك الأغيار يقصد بها التقصير في الطاعة، والأنوار يقصد فيها الترتب. فهو بيكلمه سيدنا رسول الله بلغته، فبيقول له غين أنوار لا غين أغيار، فتيقظ عرف المسألة بقى. وعلى شكلها ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني كل لحظة على النبي آخرة بالنسبة لله قبله، واخد بالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا وأن يملأ قلوبنا نورا، وأن يجعلنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، ولا يفتننا بما منحنا من أنوار ويجعلها لله خالصة، ويحل بيننا وبين أنفسنا وبين كل ما سوى الله، حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانه وبره. وما بكم من نعمة فمن الله. الله 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 واحد أحد، الله وتر صمد، الله لم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.